سامي، شفت الأكلة اللي اختاروها؟ الأكلة اللي أنا مرة أحبها. إيش هي يا ماما؟ ترميسو. أنا طلبت من سامي يحط الكريمة في الثلاجة عشان شوية تكون باردة لمدة 20 دقيقة. جبت اللي هي. إيش هذا يا سامي؟ فضلت أحطها في الفريزر عشان تكون مرة باردة. لا حبيبي، هذه مو باردة، هذه مجمدة. سامي، إيش رأيك؟ أنا أروح أسوي القهوة وإنت تعمل الخطوة الثانية معاهم. يس. حلو؟ آه. يلا. والحين براويكم كيف تكسرون البسكوت طريقة سامي. بعد ما صارت القهوة جاهزة عندنا، حنصبها على البسكوت. حنجيب جبنة الماسكوبيني وحنحطها، وحنجيب كريمة الخفق اللي صارت باردة وحنحطها هنا على الجبنة. احنا بنستخدم كريمة الخفق بوك لأنه تركيبتها سلسة، تمتزج مع المكونات الأخرى ولها طعم مرة غني. الكريمة هذه هي كمان ممتازة مع الحلويات، مع البودينج، وأهم شيء مع الآيس كريم. والآن جاء دور الفانيلا والعسل. أنت أخذت العسل مالنا. الملكة قالت لي أقدر أخذه. إيش بك؟ تبغى تخلط معايا؟ يلا. الآن الحلى حقنا جاهز. حناخد 4 ملاعق من البسكوت ونعبيها جوة كل كوب ونحط عليها الكريمة. باقي بس نضيف بودرة الكاكاو. حنضيف كمان قطع شوكولاتة. كانت في قطع شوكولاتة هنا.